نفسي ربنا يكرم ابراهيم واعمل شيري فيه 8 اغاني ولا 10 اغاني والفلوس تجري في ايديا كده وابقى مطرب مشهور. واول حاجه اعملها هشتري الخرابه اللي في اول الناصيه وابنيها دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف ابراهيم امي عندها 60 سنه ما شافتش يوم حلو في حياتها، نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انت شفتوها. انت اصلك ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هم يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي، بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده في ايه؟ انا عندي مقصات يا ابراهيم، شيطان خطي السيده جيزه، ولاد الحلال قالوا لك راكب عربيه انت ولاد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره، بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر، وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون، روح يا سوكا مدهن. فرقة فرقة يا ده سوكا يا العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح يا ده سوكا مدهن. مالك بس فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعدة كده عاملة زي السنة؟ يا بنتي الرطوبة هتاكل عظمك. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي قومي. انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ابعدي ابعدي. هي كرة زمانك. نعم يا استاذ شكري. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله. كوري عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملتليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بس سلمى بس يتوسع يشيل منها التوم. تومنا كيلو. حصل مذبحه كبيره في المنطقه اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحه؟ مذبحه كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانه ولا حاجه دي كوابيس. غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي. تعالى وخلصني. مجنونه؟ كان لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه. وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقول عليا مجنونه يا بنت؟ لا بس اسكت. بس جدك اكبر قتل. انت تعملي ايه؟ تعملي ايه يا ربي اللي ناقصاك؟ طمنا يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي. احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له. يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، لا تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس. لا انت شبههم ولا هم شبهك. ايه ما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايه ما تروح مني في شربة ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يقومولي بالسلامة يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاة الجمعة ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلابة ابدا. يا رب يا رب انا ماليش غيرك. ما انت عارف. الطف يا رب الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس
وبنت خالتك جمالات. ايوه وانا وسوكا حنبات مع هيما هنيه للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. عمر روح فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا. المكان جوزها الفقر ده هو سبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا علينا. من ساعه ما رجلها تحت خطه البيت واحنا المصايب نازله تلف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كلها. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حنان قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك بالسلامه، يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه يا وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيها ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه قفص، ما كانش واحد سمع لك حس؟ اهدي حس، اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه، اهدي. اوعي يا خال. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفره انا جعانه، يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي. يا كفره وكلوني يا كفره مجاعه. اتفضلي يا سوس، ما لقيتش غير المكرونه دي، كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا موسوكا يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني اهلا يا كمان، تفضل. سلام عليك. اهلا وسهلا، تفضل. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ يوه، مين جاب الغراب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا كمان، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه، وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قوليلي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم، النار كلتها. غراب طلل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. انت بكولي كولي، بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على اولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحس كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. شهاد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. شهاد بيحب البيض. بيحب البيض؟ ده فيه، انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوك لوحدك، قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصل انا عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تامر. شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي، الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب، يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش، خلاص خلصت، هي دي الظروف. هي دي كل الظروف.
طيب استاذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبت كوريا. اصل انا بقى ايه قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني هو الغراب هتنته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. سلامه. اتفضلي. قولي لي انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيت. وبعدين المفروض انك تطرطني زيهم، لكن انت ما بتطرطنيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقوليش زيهم؟ يعني اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. ايوه كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. سلام عليكم. راحت فين؟ مع راجل تاني ولا ايه؟ بص طبعا انا مش هسألك اقعد ولا لا، لان انا اوريدي قعد، بس ممكن اعزم نفسي على حاجه معاك على حسابي. هو في ايه بالظبط؟ بص مش انا بنت؟ انا هقول لك على نصيحه. اوعى في حياتك تثق في واحده 100% او تسيب نفسك لواحده 100% عشان في الاخر ما تقعدش قعدتك دي. ممكن تسيبيني لوحدي؟ طب ما انت لوحدك، حتى وانا قاعدة معاك انت لوحدك. على فكرة انا مش متطفلة خالص، بس انا شايفاك كذا مرة قاعد نفس القعدة دي. هقولك على حاجة، انا من سنتين كنت عاملة زيك كده بالظبط، وثقت في بني ادم 100% لحد ما اتصدمت، وبعد ما فقت فهمت ان احنا بني ادمين، عشان كده ما بقيتش اثق في اي بني ادم. بثق بنسبة صغيرة قوي، 10% كفاية، وعلى فكرة في نسبة كبيرة. يلا باي باي. خدها بالفضل، صوري الملف ده وادي لكل واحد فيهم نسخة. مش عايز اي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى الا لما اعرف نام الساعه كام وحلم بايه. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. اتفضلوا. وصلت لايه في قضيه هيدا ابو طالب؟ وصلت لها؟ والله يا فندم انا عديت على ابوها وابن عمها والمحامي بتاعها، وتاكدت انها مش في اي مكان تبع اي حد فيهم. وبعدين؟ حطهم تحت المراقبه 24 ساعه، وابدا اتاكد انها مش عند اي حد من صحباتها. انا مش عاوزك تتاكد انها مش عند اي حد فيهم. انا عايزك تتاكد هي فين وتجيبها قبل ما نفتح عينينا ونلاقي هرم البرمجه دي هي كمان. لا مؤاخذه يا حاج والنبي، بص كده يا حاج. كوريا يا كوريا. فيه سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروح انت يا اختي غيري هدومك، وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. بعدها قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق. ماشي. طب خدنا بص عليه قبل ما. لا 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 اتكل انت على روح، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوريا، التستر على متهم هارب جريمه بيعاقب عليها القانون بالحبس. يعني حضرتك كده بتعرضي نفسك للحبس في مقابل ان صاحبتك تفضل هربانه. تستر ايه وحبس ايه يا فندم؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض، ومن بعد اختفت. اتفضلي ردي لو عايزه. لا شكرا. ردي، شكلها حاجة مهمة. الو الو يا دينا، انا هايدي. اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا؟ بقول لك انا هايدي. يا دينا يا دينا، انا تعبت قوي مش قادرة استحمل اللي انا فيه. دينا انت ونادر محدش فيكوا بيسأل عني ولا حد بيطمن عليا. لا والله، اصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول، بس عموما يعني هو على وصول، يعني المفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعة كده. طيارة ايه وطريق ايه؟ يا دينا بقول لك انت ونادر ما بسألكيش عن محمد. يا دينا انا محتاجاكوا بجد، ارجوك. طب خلاص، حاضر حاضر، هبلغ هبلغ. اوكي يلا باي باي باي. ايه ده، في ايه؟ انت كمان يا دينا؟
ايه اللي بيحصل ده بس؟ السلام عليكم. ايه ده الموبايل بتاعي؟ ايه مالك في ايه؟ اتشبت ايه؟ ورثتيه بالحياه؟ ده لسه شحنه كارت ب 10، ده ليك خلصت الرصيد كله. مش كفايه وشك الفار والنصايب اللي جايه في رجليكي بارده؟ يعني انت مصره ان انت ما تعرفيش عنها اي حاجه يا فندم؟ دينا دينا دي كل حاجه. فين يا دينا؟ يا حبيبي الحمد لله على السلامه، وحشتني. مين ده؟ نقيب ياسر عبد الحق، بابا حسام ولا عم. كان جاي يسالني عن هايتي وقلت له ان انا ما اعرفش عنها حاجه. وهي البيوت مش ليها حمى برضه يا سياده نقيب ولا ايه؟ ولا انتوا فتحتوا فرع جديد لتوصيل الاسئله للمنازل؟ والله احنا بنتعامل بشكل ودي، يعني بدل ما نعمل استدعاء للمدام في النيابه هيبقى شكلها مش لطيف خالص. استدعاء ليه ومديريه امن ليه؟ احنا ملناش علاقه بالموضوع ده. واحده وهربانه منكم، تشوفوا شغلكم تقبضوا عليها، واحنا علاقتنا انتهت بيها من زمان. واستاذنك يا سياده النقيب ما تدخلناش طرف تاني في الموضوع ده. انا لا اتمنى ان انتم ما تدخلوش تاني خالص في الموضوع ده. وشربت حجرين عشيشة مع كوكو والسبع وريشة. وريشة ولا نكد. وشربت حجرين عشيشة الو. ايوه يا بابا. يا بنت يا نجوان. ماما فين؟ راحت شغلها الجديد. امال انا بكلمها تليفونها مقفول طول الوقت ليه؟ ما هي باعت الموبايل بتاعها عشان تاكل وتاكل اخواتك. بتشتغل في مستشفى ب 350 جنيه في الشهر. بتنظف الحمامات. ما انت نهبت النهيبه بتاعتك لوحدك وسبتينا من غير ما تسالي فينا، سبتينا قاعدين متبهدلين. انا جايه. جايه فين روح امك؟ راجعه مصر. جايبه معاك فلوس يا بنت؟ لا مش معايا فلوس، انا اتخانقت مع مروان. اتخانقت مع مروان؟ امال جايه ليه؟ انا بقولك ما معيش فلوس، اخر قرش معايا دفعته في تذكره الطياره. ده انا حتى ما معيش فلوس عشان اجي من المطار لعندكم. امال عايزين اعمل لروح امك ايه؟ اجي المطار اجيبك بتاكسي ولا ايه؟ ليه فاكره نفسك راجع من العمره شايله ومحمله؟ بقول لك ايه، روح امك معاك فلوس تيجي اهل الوسائل، معكيش فلوس ما توريناش وشك، ما تجيش هنا خالص. مش حاضر حاليا اعرف حضرتك مكان هايدي يا ابو طالب بيه، لانه ظهور اي حد مننا هناك دلوقتي هيشكل خطوره حقيقيه عليها، لدرجه ان انا عارف المكان بس مش مهتم قوي ان انا اروح هناك او اعرف تفاصيل المكان. انا ما عنديش ادنى شك وعارف كويس قوي انك بتعمل كده لمصلحه بنتي، زي ما انا واثق فيك كمحامي ليا، انا مستامنك على بنتي. اتفضل دول 10,000 جنيه توصلهم لهايدي، تكون محتاجه المصاريف كده ولا كده. حاضر هوصل لها المبلغ. شفت يا عمي؟ عارف مكانها ومخبيه عننا. شش اسكت. سوري معلش انا جايبه معايا عشان مش قادر اسوق، عن اذنك. احنا خلاص كده هنمشي؟ اتفضل. خير يا ابو طالب؟ الهانم كانت تايهة. ابو طالب راجل اعمال كده، تليفوني عند الدكتور نادر. انت عايز حاجة؟ يلا يا عمي. اتفضل اتفضل. ايه ده؟ في واحدة جات سبحان حاجة الظرف ده. جمالات محمود عبد الرحيم عوض. اقوم لك حاجه من هنا؟ لا يا ابني خليك مطرح. يا ابله يا ابله. ازيك يا ابله؟ هو حضرتك مين؟ انا اللي سالت على ابراهيم الصبح يا ابله. ابراهيم بقى كويس الحمد لله، هو فاق بس محدش يقدر يشوفه دلوقتي، لازم الدكتور يشوفه الاول. والنبي يا ربنا يخليك، مش ممكن بس اخش ابص عليه بصه؟ ما انا بقول لحضرتك هو فاق وبقى كويس الحمد لله. انت شكلك كده يعني هو فاق يا ابله؟ والله العظيم فاق. يعني بيكلمك زي ما بكلمك كده؟ لا قوة إلا بالله، والله العظيم زي الفل، ما فيهوش أي حاجة. ربنا رب يخليك أبلة، شكلي كده اللهم صل على النبي، وشك حلو. بعد إذنك أكلم كوريا عشان أطمن على إبراهيم. I would like to check out in an hour, please. Thank you. يعني ايه هايدي تتصل بيكي والظابط عندك؟
وتتصل بيكي ليه اصلا؟ اسمعيني بقى كويس، التصرفات اللي بالمنظر ده ممكن تبوظ كل حاجه، واحنا اوريدي متراقبين. ايه ده؟ حتى انا؟ طبعا انتي وانا كلنا. طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان انا عرفته وخلاص. طب وبعدين؟ ده لو محمد عرف مش بعيد يسيبني فيها يا نادر، انا خايفه. ما تقلقيش، كل حاجه هتمشي كويس ان شاء الله. انا قلقانه على عايزي وخايفه من كل اللي احنا فيه ده. ما تخافيش يا دينا، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. انت هنا معايا ملك، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام معكيش فلوس وما يبقاش طايق؟ انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بقول لك ايه يا روح امك، معاكي فلوس تيجي اهل وسهلا، معكيش فلوس ما توريناش وشك، ما تجيش هنا خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ساعه ما فات ما روحش سيره الا كوريا كوريا كوريا. الف سلامه عليك يا ليه. الف سلامه عليك يا ابراهيم ولدي، الحمد لله المره دي جت سليمه. بركه في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيم، وانا لازمتي ايه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في كذا منين اجيب لكم جزازتين بحليب تشربوه وانتوا قاعدين. يوم يا الحال بقى. بس انت ليه بقى يا هيم ما قلتش للحكومه اللي كانت واقفه دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عامله السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومه ملهاش دعوه، النهارده عندي بكره عنده، والشارع بيحكم الكل يا عم شكري. هيا الو، هيا حاضر حاضر جاي على طول. مع السلام مع السلام. في سلام عليك يا ابراهيم يا ولدي، الحمد لله اني اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، هخلص وارجع. ماشي، سلام يا خال. ما لكش حاجه وحشه. متشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليك لينا يا ابو الهجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. اه والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايق يا سوكا وبتقدر. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسمي سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي. ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، ولو احتجت اي حاجه انده عليا بس. شاكرين على اختك، ربنا يخليك. وانا حكيت ولا ايه؟ هو انت هتفضل مدبب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كثافه البيت. السلام عليكم يا زوكا. مين دي؟ مين؟ بعدين. أنا تعبت قوي يا دينا، مش قادرة أستحمل أكتر من كده خلاص. يا حبيبتي ممكن بس تهدي شوية؟ إحنا كلنا معاكي على فكرة، وأنا مش هسيبك ولو حصل إيه. وعلى فكرة نادر يعني بيحاول بكل الطرق إنه يخلص قصتك دي بسرعة. أنا مش فاهمة أنا هنا ليه؟ وبدفع تمن إيه؟ كل ده عشان حبيت مروان ووثقت فيه يقوم يبهدلني بالشكل ده؟ يا دينا انا بموت كل يوم ألف مره وانا بتخيل ان هو دلوقتي في حضن نجوان وبفلوسي. طب هو لو كان عايز فلوس كان قال لي، انا كنت اديته اللي هو عايزه. ولا هو بيحب نجوان من الاول؟ معقول يا دينا هو كان بيحب نجوان من الاول وبيضحكوا عليا؟ وليه يا دينا انا هتجنن؟ على فكره الحمد لله انك كشفتيه ده على حقيقته. اهدي يا ست هايدي اهدي، وان شاء الله كل شيء وليه اكل. اصبر ايه وكشفت ايه؟ ده مش بس خني وسرقني، ده خلاني هربانه زي المجرمين، ده انا حتى ما بقتش انا بقيت عايشه جوه واحده ما كنتش ارضي اصلا ان انا اعدي من جنبها. عارفه بس يا هايدي اسمعي بقى، انت اقوى من كده، انت صاحبتي وانا اعرفك اكتر منك، الموضوع ده مساله وقت وهتنتهي، وكل حاجه صدقيني هترجع لطبيعتها. الفلوس سابهالك انكل ابو طالب عشان لو احتاجتي اي حاجه، وبعدين البطاقه دي نادر بعتها لك عشان اسمك الجديد، بس بيقول لك ما تستخدمهاش غير لو اتزنقتي قوي، يعني يا حبيبتي يستحسن انك ما تستخدمهاش اصلا. وانا يا ست البنات كل الطلبات اللي انت طلبتيها والوكل وكله جبته لك اهو. انا متشكره قوي يا جماعه، مش عارفه بجد من غيركم كنت هعمل ايه. ابو الهجر ايه محسن الصدف ديت؟ انا كنت جاي اعتذر لك يعني لو كنت ديت حضرتك ولا حاجه.
لا ابدا ما ضايقتنيش، وبعدين انا ما اعرفكش عشان تضايقني او ما تضايقنيش، والنبي يا حاجه انتصار ما تبليش الارض قوي عشان ما حدش يتزحلق حبيبي. طالما حضرتك بقى مش متضايقه ممكن تقبلي مني ديت، وبشكرك يعني على وقفتك معانا، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت بلد بنت بلد بجد يعني. انا مش محتاجه شكر ولا حاجه، ده شغلي. وحضرتك بتضحكي عليا؟ ابدا ما فيش حاجه عن اذنك. لا بقول لك حاجه، والله العظيم ما انت ماشيه مننا لما تقولي بتضحكي عليا. يعني انت مش هين عليك تجيب لي علبة عصير من الكانتين؟ جايب لي واحده من اللي احنا بنوزعهم على عيانين. لا اصل انا هقول لك حاجه، اصل ابراهيم قال لي خد اشربها، فانا استخسرتها فيا وقلت والله ما حد يشربها الا ابله هجر، ونبي ما تكسفيني. خدي. ماشي. استني استني. الشمينيلو عشان الـ يعني متشكر. ربنا يخليك يا ابله هجر. وانا هرجع مصر دلوقتي اعمل ايه؟ لا اهلي عايزيني وانا معايا فلوس. انا خسرت هايز وخسرت نادر وخسرت كل حاجه، هنزل اعمل ايه؟ وازاي بعد كل ده اسيب مروان وما اطلعش منه باي حاجه؟ لا انا لازم ارجع لمروان، لازم اخد حقه وهاخده باي شكل. السلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما، قلقتنا عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده، طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبه لك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجي لك ليلتها، بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشه في القلق. وهذا بيسلم عليك وبيقول لك الف سلامه عليك، وكان عايز يجي لك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف ميت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا المصايب ووجع القلب. الله هو فيك. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايه يا كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلق. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وصوابه ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخره المدامه كنت هتروح مني في شربه مي عشان مين ده كله؟ يا طاعون احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرى ايه يالا؟ كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيبه ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن بقى ابن حرام. كل واحد فيكو عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وتلات ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ما فيش تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامه يا طاعون. مع السلامه. خطوه عزيزه. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه؟ كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرشق لو ما قلتهمش، ايه المشكلة يعني؟ كل. عشان خاطري افتح تاني. مروان. مروان. ما تزعلش مني والنبي. انا عارفة ان انا غلطت، بس والله مش هعمل كده تاني. انت رايح فين؟ طب ما تاخدني معاك. انا ملياش حد غيرك هنا والله في البلد دي. مروان عشان خاطري ما تزعلش مني.
والله مش هعمل كده تاني، والله العظيم يا مروان مش هعمل كده تاني. مروان عشان خاطري والنبي يا مروان. الحقيقة أنا كنت عايز أجي لسيادتك في البيت وأتكلم معاك في الموضوع ده، بس لقيت إنه أفضل إن إحنا نتكلم في المكتب. أوي أوي نو بروبلم، مفيش مشكلة. في إيه؟ للأسف عندي أخبار مش كويسة شوية. بخصوص هايدي؟ للأسف أه. يا ساتر يا رب. في إيه؟ في إيه؟ قول لي، أنا قلبي مقبض، اتقبض عليها؟ لا 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 خالص. أحد قلبي، أمال في إيه؟ الموظفين بتوع الشركة رافعين قضية على هايدي. بعد ما عرفوا بحجز البنك على الشركة، كل واحد فيهم رفع قضية مستقلة ورافعين قضية مجمعة. مصابين ايه وهباب ايه والكلام الفارغ ده؟ احنا مش كنا خلاص خلصنا من الصداع ده؟ هما كانوا سكتوا من المسكن اللي سيادتك عملته لهم على اساس ان دي فترة مؤقتة وكل واحد هيرجع لشغله، بس دلوقتي بالنسبة لهم مفيش شركة وهما بيطالبوا حقوقهم. طيب انت شايف ايه؟ انا بحاول ادرس الوضع القانوني من ناحية، في نفس الوقت بحاول اوصل لقيادات العمال، عايز اقعد معاهم واشوف ايه سقف طلباتهم. لو طلع قريب حضرتك تتصرف معاهم وتخلصنا من الحكايه دي. دول بقوا 75 قضيه وبيزيدوا، لدرجه ان المحامي بتاعهم مش عايز ياخد اتعابه دلوقتي، ماجلها لانه ضامن القضيه. انت خليك ماشي في السكتين، وانا برضو سيبني فرصه كده هفكر وهقول لك على الحل. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها يا خزنه؟ دي حيالة تلاجه معفنه، خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايز اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انتي مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحه جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حالة مستأجرة عندنا اوضة مفروش. وبعدين بقولك ايه؟ احنا كده عندنا نظام، انا عاملة لها بطاطس المهروسة بالبيض بتاعتها وشايلها لها في قلب النملية، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النملية، من ايام امها الله يرحمها احنا على كده. نملية ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجة اسمها نملية؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خليني انزل اشوف اكل عيشي، مش قلنا كفاية وشك الحلو قدمك السعد. يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجية والعشوائية اللي انت عايشة فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديدة على الصبح، انا ناقصة عايزة بطاطس والنملية. انت يا بني ادمه يا مجنون تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن اقسم بالله، ارجع ظروفك دماغك تامي بقيه اليوم. بقول لك ايه؟ انا بعمل لك نسخه وابعتها لك، بس بيسكي عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج، وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي؟ يا بنت انت يا اللي ماشيه حلوه. حاضر يا سونا. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سونا. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هو انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجه انتصار، ما حدش هيتكلم. اقعدي، انت تعبانه، ده انت كنتي هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حقوقة ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا أحسن الناس، هي بس دجوها طلع لأبوها طول عمرها هتبيع أي حاجة عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاج، ما هي بنتك برضو. أيوة يا أختي، بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطة اللي أنا فيها دي. أنا مش زعلانة منها، أنا زعلانة عليها. احنا طول عمرنا فقراء، بس عايشين بشرفنا. لازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيع امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك؟ ابو هاجر الحقيقة ابراهيم عايز يمشي. يمشي يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اقص لها خالص يا كوري، احسن خايفه تلط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاحه. يا نصيبتي، لقيتي ايه؟ امنه ولا زباله؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني، خليتيني اهرش. ماشي. مالك يا بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايز تقص شعرك؟ لا مش عاوز. البنت مقهور على شعرها وانت عايز تقصلها احتياطي؟ قومي يا بنت مفيش قص. هو يا جرى يا كوريا، مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انت مش هتشتغلي غصب عن الزباين.
بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاووم؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل النهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعون، الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا انصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقولك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ وبيزعل؟ ابله يا ابله. حلقات لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق كنا زملاء في الجامعه، كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم، بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع يدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل، يغسل عربيات، يبيع فل، اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشر قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي. صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده، الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعدوا على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا، صبحي طمع! طمع صبحي! وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله. ابتدى يلعب على الراجل، الراجل حس. تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجة، ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده. أسبوع والتاني وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع. يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك ابدأ معاك من الأول، إن شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له إيه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ استلم شغلك. ها؟ مستنيه ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخش اوضه النوم استلمي شغلك. Thank you.
وقفت ليه؟ يلا حبيبي يلا ماما يلا. هو الاكل اهو كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ اه قلت كتير. حاضر حاضر اتفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. اه طب قوم اعملي له بيض. اه انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون لا لا تنامي لا. اخرج مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع. ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. طب اجيب حلاوه حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب خلاص خلاص تعالي ما تعيطيش تعالي. خلاص هخرجك وامري لله. فبوريش عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاه يا ام هاشم وشارع زين العابدين، ده المنطقه دي نايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا باصبع؟ اه ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي يا اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي. انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداد الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليكي اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ اه عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى بوريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره؟